وكانت حشود كبيرة في استقبال جرحى دار الرئاسة عبرت عن محبة الشعب اليمني لكبار الدولة الذين أصيبوا بالتفجير الإرهابي بالمسجد ذاته. الله أكبر. ضحايا جريمة العصر التي كادت أن تفتك بوطن بأكمله عادوا إلى أرض الوطن بعد التداوي من أصابتهم البالغة التي أصيبوا بها في الحادث الإجرامي الشهير الذي استهدف رئيس الدولة وكبار مسؤوليها في مسجد دار الرئاسة. استقبال الآلاف من المواطنين للشهداء الأحياء عند وصولهم اليمن ليس من المؤتمر الشعبي العام وأنصاره فقط، وإنما من مختلف شرائح الشعب بعد الغياب القصري خارج اليمن. خضعوا خلالها للعلاج إثر إصابتهم الخطيرة في الاعتداء الإرهابي الذي استهدفهم أثناء تأديتهم صلاة أول جمعة رجب. عكست مدى حب الناس لهم بقلوب يملأها الأمل بعودة الوطن لسابق عهده من الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدين وقتها أن عودتهم إلى أرض الوطن بمثابة الإدانة لتلك الجريمة الإرهابية التي قام بها شرذمة من مرضى النفوس لتحقيق مآربهم والالتفاف لنهب ثروات الوطن بطرق دموية تنفيذا لأجندات خارجية. عناية الله كانت كفيلة بإنقاذهم ونجاتهم من الموت إثر إصابتهم من التفجير الإرهابي الذي لم يراعي الشهر الحرام ولا حرمة بيوت الله بهدف الوصول إلى سلطة الحكم بأي طريقة كانت في محاولة لإدخال اليمن في حرب تجلت أهدافها مع بداية عام 2015 بعدوان سعودي انتهك سيادة اليمن. بلقيس أحمد، اليمن اليوم.